يعرفوش، يا جماعة اللي مراسكين في القهوة ما عندهمش حق القهوة. الانقلاب لن يحل المشكلة، الانقلاب يزيد للبطالة القمع والاستبداد. تو على الأقل لك محرار في البلاد أحسن كثير، تقولوا ناقصة، بس والله العظيم أفضل ألف مرة مما تقول إليه الأمور لو وقع انقلاب. تواكم عارفين علي العريض ما يقدرش يتحكم في إيش تقول قناة الحوار التونسي ولا قناة التونسية، ما يقدرش يوقفها على برنامج، ما يقدرش يتحكم في إيش تعمل إذاعة جوهرة أفام ولا إذاعة أم أفام ولا إذاعة موزايك ولا إذاعة إكسبريس أفام ولا إذاعة جابس، هاو عارفين ما يقدرش. ولو كان يتدخل يعملوا له فضيحة، وكي يتدخل في جريدة الصباح الحمادي جبالي يقبل له موقع إضراب غصبا عنه نحول الشخص اللي عينه. بس نأكد ليكم كما تو في مصر أول ما يجوا الانقلابيين ما عادش يخلوا معارض واحد يتكلم في إذاعة ولا في تلفزيون ولا في جريدة، تبقوا تندبوا على الأيام هذيك وتقولوا اه يا ميمتي حنا كيفاش ضيعناها بين يدينا في لحظة غفلة. هاني ننبهكم قبل ما تضيعوا، أنا راني عايش في بريطانيا، هاني نقول لكم نحبكم ونحب نساهم في خدمة بلادي، بس في كل الأحوال عايش في بلاد حرة ديمقراطية يتم تداول السلطة فيها هنا عن طريق الانتخابات، وأنا شخصيا عندي بطاقة انتخاب ومواطن بريطاني ونصوت. نكلم فيكم أنتم ولاد بلادي، لا أحب لكم إلا ما أحبه لنفسي، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بلادنا تتعرض لخطر كبير، تونس في خطر، تونس في خطر. المكسب الأساسي اللي عملناه من ثورة 17 ديسمبر ربما يضيع بين يدينا في شهر واحنا ما ناش فايقين. رد بالك، احذروا، راهم يحطوا لكم حشاكم. انت مش على الفطور بلاش نقولها، راهو يغشوكم بمعسول الكلام، يقولوا لكم ما خطرش ما خدمتوش وما عملوكمش والدنيا غلطت. هي وانت ولد عمي انت ما كي جيت في الانتخابات خذيت ثلاثة مقاعد، تبان اهليه انت باش تدير شؤون تونس، تستنى الانتخابات وخذ تفويض، تي خلينا نتعلم احنا سنه اولى ديمقراطيه، خلينا نكملوا هالامتحان هذا. تي علاش يا رسول الله، علاه نحبوا الميزيريه ونحبوا نهار كل كان التكمبين والحيله والخداع والكذب والتسلط والديكتاتوريه ليه؟ وطبعا لازم اي انقلاب لازم يتزين باسم المصلحه الشعبيه والاراده الشعبيه، بس اي انقلاب يحصل في تونس هو ضد الدوله المدنيه، ضد التجربه الديمقراطيه وضد الاراده الشعبيه. في ولد بلادي يا بطاله يا زواوله يا فقراء يا الناس اللي عملتوا الثورة في بوزيد وفي القصرين وفي الرديف وفي قرصة وفي تالة وفي الرقاب وفي منزل بوزيان وفي صفاقس وفي الجنوب الشرقي والغربي والشمال والوسط ونابل وبنزرت وتونس الكبرى، صدقوني صدقوني إن بلادنا لن تحل مشاكلها بانقلاب، إنما بالمضي إلى الانتخابات، وهذا اللي توا احنا ماشيين فيه. بس أنا نحذركم من حاجة أخرى، راه ممكن ان اذا كان الناس ناويين على انقلاب ممكن يعطل الاتفاق على الدستور، ممكن هاي يعني يقول لك مستحيل يمر الدستور باش نوفروا الاجواء للانقلاب. ممكن كما قلت لك يا نلعب يا نحرم، وهذا ما يحبش يا سيدي راح العب اخي، لا ما بطلت حتى اللعب ما نحبش نلعب، انا نحب نفسدها. فلازم تكونوا يقظين، هذاك علاش نحب زوز مليون توقيع باش كل واحد يحل فمه يقول انقلاب، يقول هاي ها التوانسه مد، لا تكذب على التوانسه وتقول للعالم ان التونسيين يؤيدون انقلابا. اللقطه دي تذكرني بحاجه، تتذكروا فيلم عمر المختار؟ اللقطه لما شدوا عمر المختار الله يرحمه الجنرال غرازياني قال له ايش رايك نعطيك شهريه وتفرهد وتقاعد مريح بس تسلم لنا بحقيه ايطاليا في اداره ليبيا. قال له عمر المختار في الفيلم لا تقل للناس إنني في خلوتي هذه بك طلبت منك حياتي، لن أساومك على مبدأ أبدا. قال له غرازياني فيها بلفتة احترام كذا قال له لا لن أقول ذلك للناس مهما كان، لن تصل بيدنا أن نقول للناس أنك أنت هنا جيت في الخلوة ذي وساومتني على حياتك وقلت يعطيني فلوس ونتخلى عن النضال. أنا نحب بنفس الفكرة نقولها لكم، يجب أن لا نسمح لواحد مغامر انقلابي أن يقول للعالم إن التونسيين يرغبون